يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مسلمة من فرنسا تقول: أنا أعمل في مؤسسة كسكرتيرة بجلبابي وبدون اختلاط. هذه امرأة تقول، امرأة من فرنسا مسلمة تعمل في مؤسسة سكرتيرة إدارية، تقول: أعمل بجلبابي وبدون اختلاط ومع حضور محرم، لكن من جملة ما يباع في هذه المؤسسة الخمر، فهل يجوز لي أن أعمل في هذه الوظيفة علما بأن مبيعات الخمر إنما تساوي 15% من المبيعات؟ لا تعمل في هذه المؤسسة، أولا لأنها مؤسسة رجال ما هي مؤسسة نساء، وثانيا أنها فيها بيع الخمر، لا تعمل فيها وتطلب الرزق في غيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.